الكرة بالنسبة للهلال والتشكيلة الهلالية تشكيلة أساسية اليوم بتواجد محمد الدعية في حراسة المرمى. نواف العابد بالمناسبة يشارك مع الهلال اليوم أيضا. نواف يأتي بكرة أولى لصالح الهلال. الكرة أصلا تصل إلى خارج منطقة الجزاء. لك الكرة مع ويليامسون اللي بيحاول مع التبويب ويعيد كرة خلفية ملعوبة للكوري ليبيونجيو يدخل داخل منطقة الجزاء مع تبويب أيضا وعرضية أخرى عالية للقائم البعيد. نواف يحاول ياسر له البدايات. انت البدايات يا سور. هدف اول للهلال، هدف مبكر للهلال، هدف من اول الهجمات، هدف جاء بفنيات نواف العابد بعرضيات وفنيات كريستيان ويليامسون. ياسر القحطاني هدف تاسع له في المناسبة في المسابقة، هدف أول له في مرمى الاتحاد. ياسر أهدى بطولة الدوري للهلال قبل عامين هنا على نفس هذا الملعب بهدف كان في الشوط الثاني، لكن هنا يأتي بهدف في الشوط الأول مع البدايات. شوفوا كرة نواف وهذه كرة ياسر، لمسة واحدة بين الدفاعات أمام مبروك زايد، هدف مبكر يشعل الكلاسيكو. ولع الكلاسيكو مع البدايات، وياسر القحطاني يضعها بذكاء.